تنطلق غدا فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وبمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وفي بيان أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مناقشة عدد من الملفات من بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة وفرص آفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، فيما يشهد اليوم الثالث عددا من الجلسات أبرزها خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.